تشييد المحلات التجارية في واجهة البنايات ظاهرة استفحلت وسط المجتمع الجزائري، تعددت أسبابها واختلفت آراء المواطنين حولها، فكل حسب اعتقاده وحسب غرضه. والعينة من المدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة: الناس اللي يديروا اللي عندهم بنين واللي عندهم كراجات تحت الفيلا تاعهم، كاين اللي يجيو مع الطريق يسهلوا، وكاين اللي يجيو لداخل هذيك ما كاين، هذيك يديرها غير الغار تاعو خصوصي، تسمى يديرها الغاز يقاري فيها الطوموبيل، يقاري فيها حوايج، ويدير فيها قدام حاجة. سيسخو واحد مدير لاباج، واحد مدير كروسيست يبيع الكاطو، واحد مدير طول، واحد مدير الكتريسيان، واحد مدير ميكانيسيان، واحد يسرقوا فيها. انتشار رهيب لظاهرة تشييد المحلات في واجهة البنايات إلى أن أصبحت عادة وتقليد عند الكثيرين، فيما يعتبرها آخرون مصدر رزق لهم. أما بالمقابل فهناك من يرفض فكرة إنشاء المحلات حفاظا على جمالية الواجهة السكنية. والله أنا في النظرية تاعي في زوج منع، على خاطر الفيلا تكون تحتها حانوت تعطي الشارم للفيلا ومن طيب ولا يستفاد. هذه حاجة مش مليحة لنا احنا أصلا، نفسدوا المنظر تاع الديار بزاف. سميت داروا كيما نقولوا احنا دير كراج تقاري فيه لافواتير تاعك، سميت كراج واحد يكفي، تجي المنظر تاع الدار مليح، يجي كل شمام الحي يبان مليح، يبان حي راقي. الناس مدايرين دي فيلا هنا باه يسكنوا، باه نكونوا في سيتي سمعتني فيها الهدوء وفيها الراحه، سمعتني الناس خسرت ملايير كيما يقول الاخر باه يبنيو فيلات باه يسرحوا فيهم. ولكن يا للاسف كلش ولا فوضوي. بين العادة والتقليد تبقى هذه الظاهرة نقطة اختلاف بين الكثيرين حسب تنوع الأفكار والغرض.